الإطار التنسيقي كم استطاع أن يجمع من نواب حتى هذه اللحظة؟ توقعاتكم يعني بالعدد. ليس توقع وإنما نجزم أن جلسة يوم الغد ستشهد تغيب عدد أكبر من الجلسة الفائتة، لذلك نحن مطمئنون أن جلسة يوم الغد لا تختلف كثيرا عن جلسة يوم السبت، وإنما هنالك أطراف سياسية مستقلة جديدة ستتغيب يوم غد وعدم الحضور إلى هذه الجلسة، وبالتالي نحن نريد أن نحل هذه الأزمة بالتحاور، لذلك ما ممكن أن تعقد جلسة للتصويت على رئيس الجمهورية وهناك خلافات شديدة، خلافات في جميع المكونات. اليوم المكون الكردي فيه خلافات، المكون السني فيه خلافات، والمكون الشيعي كذلك فيه خلافات، لذلك لا يمكن المضي بهكذا أمور ما لم يتم الجلوس والتحاور فيما بين جميع المكونات. المشكلة اليوم ليس فقط في الإطار، لا، المشكلة أكبر، المشكلة توجد في التحالف الكردستاني، توجد عند تحالف السيادة، عليهم جميعا الجلوس وحلحلة الأمور وإنهاء هذه الخلافات، لأن الشعب العراقي ينتظر الحل. الأمر المهم أن الإطار يعطل لمصلحة العراق، الإطار يريد عقد جلسة تحاورية من أجل النهوض بالعراق لا من أجل استمرار الإقصاء، لذلك هنالك ملاحظة مهمة جدا، الإطار ينتظر لحد هذه الساعة أن يتنازل الطرف الآخر عن مشروعه الإقصائي والقبول بالطرف الآخر، سواء كان التحالف الكردستاني وقبول الاتحاد أو التيار الصدري وقبوله. سيد سلام، بعد الترحيب بك ثانية، ساعات إذا تفصلنا عن جلسة لو عقدت الأربعاء، الثلث الضامن، بغض النظر عن الحوارات التي تبدو بهذه المرحلة ربما صعبة وقد يقول البعض بأنها وصلت إلى طريق مسدود، الثلث الضامن هل يحقق أهدافه؟ يعني ثلث الضامن هل بات مضمونا ومؤكدا في جلسة الأربعاء؟ نعم، بالتأكيد أصبح ضامنا أكثر من الجلسة الأولى، الجلسة الأولى التي كانت هي المحورية انتهت، لذلك جلسة الأربعاء لا تختلف شيء، الطرف الآخر لا يريد التحاور، لا يريد التفاهم. نحن مطمئنون وواثقون من جلسة يوم غد سيكون هنالك التغيب أكثر، هنالك رسائل وصلت إلى الإطار، إلى الثلث الضامن من نواب حضروا الجلسة الأولى وتعهدوا بأنهم لن يحضروا في هذه الجلسة لأنهم أصبحوا على قناعة أن الأمور لا يمكن أن تسير نحو الاتجاه الصحيح ما لم يحصل تواصل واتفاق مع الإطار التنسيقي. ويبدو أن هذا التوافق والتحالف معهم والتنسيق والنتيجة واحدة لم يصل إلى نتيجة حتى هذه اللحظة.